بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السلام يا ولاد المسلمين تأمل كسدود الشوكتا وأنا وأمل كيسا ما أنتوا حربا إنك استوى ما أنتوا كبد سعتو ضدك ولا بيزيهم بقى وكبد الجو ما أنت مشغول يهاي ما حندوني أنت برامج كنقول حرام ولا ليال إن ما أنت كهذا القطب آدي أدم بورتن أو مهمة وصار لك سوق في فيسبوك بقى وحياة الله يقارن عقدة ده. أوكي إن كلمة ده اللي هي العقدة، ما هي العقدة؟ قفك محا يعني كلمة عقدة ده محي إنتين لقب محي متل كلتها، ما هي معناها محال لقى فسر كلام الله قاضن كلا عقدة كلمة عقدة ضد بعضك وحكوا إذا كاس عقدة بوقبة تاس عقدة بقبتها الما هي عقدة بوقبة هو إذا عقدة بقبتها أبا س عقدة بوقبة كلمة عقدة ضدك معناه أنت بدورت ما يقانا العقدة وقفك وحونا تعلين الغشيعه وحونا هين الغوت المامه وحونا الصمين الأولى ضوات صميسي بن آدم كاس وحنا قاني إنسان معقد من كل شيء وحنا قاني قف معقدة وعقدات قاضي وحنا نقول يا قف مركا المحيط يا قف كل وعي وحاسات هاي كيف وش حميد كيف وش حما المها المها لا كفي عن كان كان كون أكسنا كاس عين كاسوها المها يقف كابو حكو أبور ما عقدة نفسية المها مركو كون نقض مركا وكون نقض عقدة نفسية كو أبور ما وحلاقة يا بهدو المية هاي إنه سكول كيس دو بدعه وحلاقة يا ب المحيط هدو إنه يهاي وخير كلك ولا كان قادرها إنه عقدة سكوين هذا الكرة. أنت بطن عقدة واحد على هذا مرك المها هو يدي أبو مرك كلا تجارو أبيه المي كقاده هو يدي أي جبر كلا كرسو أما إددي كرسو أما هبرتي كرسو أما عد سقط إدد كيس كريان أو المي ده هو يقصو نقدا ما قال قصو نقدا والد كيس بواحد على المها أسمر كجوري هو يدي مدور عقدة ديسية ويركمو سو كرين عقدة بقصو كري والجوهر عايتر هو يدي والجوهر عايتر أبيه عبد الله دانو والجوهر عايتر نسب كيس الجوهر عايتر مرك أفكار صح قاضي عقدة. أوكي. خاصنا كويا طلبات وحضرك سقف الى سبحانه وتعالى ابو ري تلتلع اما نين هالنقضه اما ناك هالنقضه اما قضيه هالنقضه اما اسلام هالنقضه اما حضور هالنقضه قفك صح لقى انه جلعسن يحي وحيابه الى سبحانه وتعالى رباني كو ابو ري او جلعه اي جرتو قفك واخا لو ري واخا تحاي واخا تا لو ري معقد وقف احوال بنا على الواخنا جرتو سو قال هلا والسلام عليكم. هلو هلو حبيب ما كم ما قرأ ولا البرايفت ما تقصو قرحسة. المهم قف كاسو حضرك يا سمكة تلع وأبوري ومعقد مركا قف كم حنقان يا معقد وحنا هنا والقط المامية مثلا إنا دد واحد تلا إن ما قاعد لقوي رح تلقب ما قاعد عنا تعلن نسوي اللقب حمارك عين كها بلا ما قاعد عضو ده ما قاعد حن أكاره وقف كديدي ونعبي لقوي ولا ما قاعد يسيا هين كعقدات بس نكو أبو بس إن عقدتنا مو ناقصنا إن قف إلى هاي أبو رب سبحانه وتعالى إن هو أبو رب. عليكم السلام ورحمة الله دمانتين بول على صوغ على خير الله ينسيه كان فايدستا ما كان عقدت دقات بوحمتا ما كان قصوي نسوان مري الله يسوى قريب بان لبا يسوى مندقى إن شاء الله تعالى وكو سابسن عقدت ده لبا ولا على ومدنا أبوه تسوى كوريا مدنا هو تسوى كوريا ولا بدو دي ولا على عقدت لغو أبو رب عقدة نفسية كان كافعنا إن استقى سكولة ده امتحان ده كوباسي تري استقى جريد في عن سكولة ده جاري أدو ساقط بعض هاي محاط تقانا نعص بعض تجلع بعض ولا رتب وروح ما نسعون كنا ورث في عمرنا نسكدي و المية راع عقدة بوك أبو رمي هذا عقدة داس الماس وها مودين والكاري ويلا وين أنسى قف حتى شخص قوين تدو واحد تروح تسود الكلام عقدة بوك أبو رمي نبقى بضطك كبقى وايو مقعية لهم بلوية ليا وحنا قف أنا جودن بلوية لي ومن الجيم والقعية ويسوونا هين شخصية دي ساهين مركات ضدنا وضد أكلة تلعسن عقدت أو أقول نقول أمركب على طول وحي مستوعب يسمينا يو قادنا يو كون ورانا يا قارنا وقارنا وتشوتشين هدي ما أنتوا واحد دون لقى شيء جيو هدي ما أنتوا ما قالوا شيء جيو هدي ما أنتوا لقى عين كاسات هاي سبوا تشوتشين إنه هرك سعنا يا والله بضقف ضدك إسكو هذا معها درين ضد واحد ترى درين كود آدو كحسين مر والبا ويك وح والبا سنسيتيف وقاته وح والبا وقاته درين كل قاته حمان وقاته ضد نواضد يكو أنا وقادنا إسكدة قتر إيو
واكي او اسغي بسي اي اورنيه واك كاسو كغدبيا لكن كو دغن نقول ارنتا عقدده بحقيقه والله العظيم قف كاس تاثر عليه بحياته الشخصيه يعني العقده وحن ويان لان قف مركو عقدت كو كره اما وحن هي لو شيغو اما كو سو كربا معقد بو نقني من كل شيء مركا قف كاس نولشي سو روحه كترتا خطر بي كترتا وخا لا يابا انو حتى نفتيسا كترتا وكره او نعو مركا انن بان غرانيا بري ودن كان ان جوغ نلا جوغي isagoo wax allaali wax lagu arkay jirin allah uu naxariisto maanta uu naga hooseeyo uu dhintay allah uu naxariisto uu soo duceeyo walaal dhowr sano inka mootana dhalinyaro ha wuxuu inankaas ah kartid u lahaa qof lahaa oo aan ku tilmaami kara oo dadiisa aadmay jirin haddii noqoto shaqo haddii noqoto cilmi maxay tooy waalidkiisa soo dhaweey haddii noqoto ixtiraamka dadka laakiin inankii maxaa la daba dhigay cuqda nafsiya cuqdadu maxay ahayd in hebel wuxuu ahaa geyb u ahaa hebel wuxuu ahaa khaniis buu ahaa hebel wuxuu ahaa qowmo luud buu ahaa hebel wuxuu ahaa laga roon buu ahaa hebel haddaba markii hadalkii ka badbatay oo inankii sida habeenay maalin loogu dhageysi loogu shubeeyay xumaanta wuxuu buu ka maqlaayay kii la cunayay ee uu la saaxiibkay la socday ku sheegayay tacaqad insaan inankii uu tacaqad isagaaba noqdo mucaqad ba khalas tacaqad min hayatu marka dadna waa dad u jilicsan dadna waa dad u adag dadku isku wada ma hadareen waan idin sheegay dadku kala adag yihiin qof wax arkaysa maanta oo dhaad arkaysa isagoo xumaan lagu sameynayo oo dadaalkiisa la diidayo oo mid yaro bilaa macni wax laga jeclaanayo ama qof bilaa macna oo dhadhan lahayn laga soo dhaweynayo laakiin u dhaga isagu dhagasiinayo quwaddiisa wadanaya iyo qof markiiba halka ku dhaawacmayo oranay khalaas madam naaska dadku haday saayga taba hadlayaan ay caynkaygu sheegayaan waan u jabayaa marka inankaas sida loogu lahaa war inaan wuxuu ahaa caynka war caynkaasu ahaa waa caynka waa mucaqad waa mucaaka waa la qowma lood waa madri ايش مش عارف ايش تعقد الانسان من dadkii la noqday dhan buu ka noqday mucaqad khalas marka muxuu noqday inuu noloshii isagu khalas asxaabtiisii ka go'o dadka carar sameeyo baqasho nafsaani oo dhaawacday uu ku abuurmay inuu hadalkii lagu lahaaba isu qaato dadkii ka carar meel xun la sii martay meeluna doonin inuu ku dhaco wuxuuna doonin inuu sameeyey lanuu tacaqad min asxaabu dadkii u dhowaa ee la joogay ee la saaxiibka ahaa baa ku abuuray cuqda nafsiya wallahi cuqda nafsiya is not easy wax easy maaha waxay leedahay dhaawac weyn bay leedahay especially marka lagu sameeyo caruurta yaryar marka laba caruuraad dhashay u kala exatid aad kala jeclaatid ama mid ilaahay soo abuuray subxaana watacaala shakalkiisa aad ku caydid kii kale ilaahay shakligiisa kaasaa kaa qurux badan kana kaa shaadirsan كان مش عارف ايش الانسان يتعقد بكل شيء مثل قفكم احنا قلنا انسان معقد العقده النفسيه انا ما هم ايزي ما ها اما قف لقب لوغو ييره لقب وددكينا عيون وددكي دخ غلو واي مركاستو مغعاغي مغع كان لوغو ييره اي او مغع ود عقده مخي غبدن مخا ايغو امكينا با مانتي لا سو سوختينا ان صاحبنا ولي يا لهيد مغعون بايغو ييره وهي او كاغ مخو ها كاي مال فرقسا اي سامبل يعني قف مثلا بان لا عائشه ولا عائشه مقرنسه doqontii doqonay ama magac qarsoon iyadoo ay garanayso macnihiisa tani garanayn ugu yeedhaysa marka qofku wuxuu noqonayaa mucaqad sheekadu ka tacaqdaya aadi aad buu xunta tacqiidku xaqiiqdii in qofka walaalkaa ee muslimka ee kula dhashay dad ba xitaa ka noqday mucaqad can qabaailka xitaa trabska isku heebsanayno oo ilaah subxaana watacaala qur-aankiisa ku sheegay boqol goorn kawada dheregsanay dad badan ayna si kale u qaateen qof lagu caayad arkaysa nasabkiisa oo ka qaaday cuqdad bini aadamka maadaama bini aadamka ilaahay subxaana watacaala u abuuray inaad tahay bini aadam 9 sano shuhuur baad ku dhalatay 9 bilood baad ku dhalatay kalar ka fiican ma jiro qabiil ka fiican ma jiro qof ka isagoo ka dee balaayaysan ma jiro kullina awlaad 9 bin kuwada dhalana oo qofkiina cuqdad ka qaaday xitaa qabiilkiisa ka qaaday cuqdad marka maantana lagu yeedho kiicaynka maakiya tiicaynka dhalla meelkiisa qol qabiil ahoos wallahi يتعقد الانسان قفكو خو نوقنا معقد من داخل قفكا واخ لا يابا ادو اناد او هيستد اناد كو دهيال لكن قفكاس و خو نوقدي خلاص يعني و خو نوقدي مجتمع دم كبخاي لانه تعقد يعني قفكو خو كو نولاد تعقيد بو كو نولاد ان مدا ما انتو هذا الكي بين كسيغيس عاي كشيغيس و خو نهن كو شيغيس ددكين انو كدالنا انو كدالنا اس اوغنا سومالييدنا ارمهان و با كو دهيرايان با ارمهان و با كو دهيرايان با قفكو سو كره غوري فيعان waa qof aan garanayn uga sheegaya qofkii kale saaxiibkiisa arrin kale koornaya wallahi qofkaasi halkaas uu ku soo koro saas u hay waa ka qofkii wuxuu noqonayaa mucaqad markaa qof waxaad arkaysaa dariiqa iska marayo tii adduunkaba ku taagantaa adduunka waayihiisa oo dhan madaxa u saaran yihiin
استجيب إصلاح الله يوب أسكوب مقصرة دوايها دونك والبهار كدونك يد ظروفها وكسر ده حدعري هيستام بو استجيب التيسي هيست طبعا أما هو يالملقى حري أما قبل بربر كل عيقوس أما محيطوي وحياه بأخلاق ضرر دعاية وكلا قف كان داعي وجيسي أو استجيب التيسي كم مشغول هاي بقف كان الطريق كلا قف صنايا ما قام كل شيء لقب لقب أنا لقب كيسي هاي أو ما قام ما قيسي هاي بقى سبحان الله مركز سوق قف كي كلا نوح من قرية معقد ضد واحد ترى كيس كقريبه مركز سوق مركز كقري 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 وبس كقرن سوايو دواتي وحي لا غش يجي ترى وحي كويه ترى تقرن سايو قف كي وحي سكوس وحده جوري يري مخسير ina waxan garanay imka Soomaalida wadan ku noolo gabigoodo maqsiis ku soo xiray oo wax kuleen markoo arko ina bakiiba soo socda matiba waan nacay agtood baa ugu badatay waxba ka faa'iido waayay ee taaqad insaan ka soo imko labada gidaar isku soo xiray daaha isku soo xiro wuxuu noqonayaa insaan mucaqad al haya noloshii saacadigaad ma wadaayo een waxyaabi u baahan naftiisu baarad ma sameynayo een qofkaas wuxuu ku noolanayaa tuul xayaati mucaqad ma garatay marka walaalayaal kelmadda qof magac loogu yeero aad buu xuntay ma wanaagsana waa ko qof aan wuxuu nahay lagu sheegaya adigoo qofka warkiisa ahayn oo la soo jid marin oo la soo cunin la soo korin la soo baran wax inaad isla ku taado wax taasina waa waa aad baad aad booga baxanta qaanunka islaamka talabaad kale xashada caruurta loo kale xanaay waalid ku kale xanaay caruurtooda taasina waa mid aad iyo aad u fulxun qof walba ilaahay ba subhanahu wa ta'ala abuuray suu doono abuura ilaahay ba dadka dila ilaahay ba dadka abuura ilaahay ba dadka siiya darajo ilaahay ba ka qaada darajo intaba ilaahay subhanahu wa ta'ala baahiya قف كوها يا مجرتو مركا تعقد النفسي إسكسارة الله يخليكم سلام عليكم ده ما أنتم بودن سلام يا ولا عيال مركا عقد النفسية ما فينا إن قف كوحنا هين لغوية لقب لقب كيس هين لغوية ما هو ناقصنا إن قف كلغو أبو رأن حما ويسيف وجانية إما كأنك دور إن موض أما دور هبلاض أما ده إسق ما يمكن بلشدي كسارتين عيك عيك كسارتين يدونكم ما هيسان عرش نرشى إذن كوبا هيسان إله بابا سبحانه وتعالى هدي بن آدم لوردي بلا قف بن آدم لا رن لا نرشى هذا بل أدوكو كاهي كون قرر ما تنو ندي لهاد بهدي لهادين لكن إله بابا سبحانه وتعالى بن آدم أرساقة إساقة درجة سياسة كقاعدة إساقة كو أبورة لكن ضدك هلا قد اللقب اللقب يعني قف أدوكو يرس مقعي إسان مقعي إسان هين ومقع حقلا دو بحين إسد يقف أد عقدة نفسية كو أبورة إسان دورنا سيد هبلا إينا فلان يا فلان وعينك يا وعينك ومقعنا هيني وحنا هيني درجونا هيني وحنا هيني كوشي غسان كي انا وحبا هيني كوشي غسان درجونا سو غوي وبغارينبا تاسو عقده نفسيه ان هلكه وا تاسو عقده ما كان رابش كنو كلا بخي لبا وحد ان شاء الله تعالى تا عقده دا ميد بانو سو نوقنيا كاله او ارمه بلشده اد كو سو بدتاي او وحيابا انو كانو نقانو هرت فضيحدو بن ادم الى هي ابو ري سبحانه وتعالى كو دونا نقضة كو دونا مو نقضة قبيل كو دونا مو نقضة كيان كو ياها كو دونا هذا مشيخ مشارف كو دونا مع نقضة مسليدين قف با بني آدم هذا هو بني آدم ومان تقرن اياه انان حمان اسكو شيئا جاي اما حمان تي سفاهين ايه مترتا هبا شيئا كوريون مترتا كلنا سين قردان ماهي ومدى صومالي دادك قردان وحي تشعيلون قفل بينو ياشو مقع في عين ياشو مقع في عين دون ذاك غطاقو نعرف في عين كون اولادو وهكذا قفنا بدوني نحمان سمايو قفنا بدوني نعيبتي سلف هذا حدايو مركا وحن وش يجي تاس جارهان جودهان ويلاش الصوماليات وانت وح جرد كله انت حنوصل نسأل الله عاف ما تكسيو هبل انا ساسلت ان شاء الله تعالى وحن وناكسن ولا له ولاشا او صوماليات او جبر او عاره اما لا صاحب نقو اما تشعل هذا الدحمر اما وقت خلاص برت أو كلا أو سكوس أو حيسة وح والله هذا النحمة ريدن كيدين تعلم إن هاد كمرت كصوت دوبتا أو عيبت هذا صوت كتاب بلشدة ليس لها أي معنى ما لها أي معنى وح الله لي وحي معنى لكن قف كاشرفت بتكد بشدة وجو ضد كين وح كوران آمسنا هذا لما آمسنا أنا يوم وهاي إن كلا أما ويل كلا بوح عن كوس مين لا قف مركب وركي وح أركب وك استعج عيبت سبنا كلا وصب مد حبارة مد علاد بدن هي ميد ربين كو كسيو انت با و تعالى تاسنا ما وناغسنا وخ لغا امسانا وخي وخي لا قريانا ادي كو سو نوقدان او ما هند وخي بقرسيت امسنا ون سمت 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 برك نبات سنوات بات بات كيا بات لهد وات كرخايسا موقت قف كدا وخي نوقنيا قف مالين ولبا اسي دوش لغا سارين دوش لغا سارين دوش لغا سارين ياي قف برك وز دفاعي موقت حمانيه وناغبا برك ودننا يورب قانون بالكن ددك كلا خيره قانون بان لين كاستو عرض صوبار ليس كده قارون كاسميل وكمرة ما إنه كان جران لأنه ديس كع تحسن إنه نقطة نصي الدرجة نصي هو يتنك وطبعا الكاستاي بركوا بلشة صوماليات قبلها صوماليات حركوا ده القريب
لقما أمسايو قفك كأمسنات وتمان تلك هوجين وده جلسي قف البكل يسوي ملك سو سو حري إذا قري علان إذا قري فلان إذا قري كان إذا قري كان وهكذا صار سمك عشان كذا النقطة وحصلنا نقطة أرنت أن كلا إن ماذا بكاء يهبلها بكاء حنون أيضا إلهي سبحانه وتعالى سقى أوكي أنا كان قاعد ابن آدم والله جاي بقف حتى حنون الغش يا وإنك إنك حنون كان كنسر كوكا لو حنون هاي سنين ده مسلم كده ده مسلم كم مدير عشرين وحنون ده لقده عايزته لكن يمكن ده كان سحب بوفرق كل الله كل دنتان سبش الله بلا هاي دمر كبار يا قبلها صوم على ده نقول بوكا قبل صلاة كل عارك كل دنتان كده حنون ده كلا إلهي ده كده قفنا إربط ولا جم ده كلا حنون كان يمكن أيدس كده كي يعبتين هبلا بدنا يقولي ترى ترى حنون كعقبة ويلبا يقولي ترى فيسبوك يقو قبة ما هقف كان الوعي حنون الله سبحانه وتعالى وكان أما ده سك الصبح هو وي ما ده قدر من رب العالمين لقمة قاعدة وح والبوح ما أنا مسكح إذا كشرته إربط على قاعدة حتى اللي قاعدوا الجوب بحنا يو بربط قاعدة الجوم ده كلا حتى وهكذا أنت بدن سكلام الله قاعد أنت ثانو وكده أتكود الدرسنتين وحن دوني هذا كهبلها ينا ما ده كشر ولا عليال ee qof markay weydiistaan muawanad in qofkii niyada loo dhiso xanuunki la la sheer gareeyo laga qaado la ilow siyo ma hay lagu digto imka maanta aan ka hadlayay wax inaan wax ay ugu tiri bismillaahi rahmaan rahiim waya toonta waxa la bislaansan kuwan ku sameeyna ma xanuunkaas aad ama u soo bandhigto hablaha qabiyo rag baa qabay iskuursan oo maxaa jira walaal xanuunku wax weyn baa xanuunku dhaca uga ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofku doono keen weyn ku doono ka qaado weyn asbaab badan lagu kala qaadan jirta dad fidiya u qariya habla badan barugoodu qariyin marka maxaa dhacay hablo badan baa ragood u qariyay ay ku talaaleen hablo waxa jira intii iyagoo qaba sharaftoodii ixtiraamkoodii la joogo oo diiday inay inaan Soomaaliyeed qaadsiyaan inaan baa waxay ugu tahay amal kaysay wallahi inaan taa waxaan siinayaa shahaado sharaf waa gabadh aad iyo aad u sharaf badan ninkeeda u keeno ka dhintay marku ninkeeda u keeno ka dhintay 16 sano waxa taa maalmaan guursan 16 sano maan guursan waxaan doonayaa baa in qof is ogeysiiyo xitaa ma rabo ay ogaadaan qof inuu xitaa ogaado ma jecli marka meel baan deganaan jiray nin Soomaali turjumi jiray ba arintiiba dhiiqeyay oo de hadlay dag 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 oo de cidalba uu sheegay wuxuu ka faa'iido inuu boo garan qofka turjumaankii qofka sir loo dhiibtaa inuu qofka sirkiisa hayaan uu aaminsana laakiin taa saaqo dadkii ku fartfarta lagu fiiqay qofka waxa meesha lagu soo haajiray gabigiisa meesha lagu soo haajiray khalas haajirt حنون كان ولاله ضدك قبي يقول ترى فيسبوك هبلها صوماليات ويلاش صوماليات ولا على حنون كلنا ولاو لكن كنين كان جد وين كان جو حكوس عذا قاضو وأنا لسقورس لبقى فوق قبي حتى يديك اسك قاضا مثل قد انت عشرين مثل لورد من باكر بقى ووضع كان قاضي كلام قف كسر الدنيا أول نيد لورد صو وش الدنيا إن مور الكسر من الحاجات شيء وش الدنيا إن كلمة حنون شرح لقو أغرن وش الدنيا قف كسر لورد وح حنون مجا لقو مجا عاون كحنون كي امتحان كحنون كي قبي كي وح نو ما بان وشو بهاي النحريس سودوين قروح بدن ما هين القف كله عبوريه وعنا القبته إلهي بان يفتح هي ابن آدم بينه النهاي قف البود ما نيقف نوران يدون كنوار يا متر تدو قفوار لا أشرف خلق الله والله هين لا محمد صلى الله عليه وسلم رسول كني شافع الأمة المسلمين قف البصبو صار كي سكرات الموت كا قف البصبو صار كي يعني مش هذا قف البصبو صار كي أسباب الموت وحنو نوع من أسباب الموت سبا ما هقف ونسوك يعني صم كوا قدر رب العالمين سبحان الله إلهي بقفك وكان كان قاعدة ضد بدن القبين وككعين با هبلغ أنا لسوله ويقولش أنا لسوله وحبها كوع عينه ولا لا قاية ذاك عينه ما أنت يبرية صادم يساكون يساكون با وح أي ترتمي ترتهرا نكون شاعر تن عيلة إرادة قفكي أي إرادون با سكون بس تقيه يسعي وحيابها مسكح ذا ضدكو ضدكو سكود علم ما سكو أقول ما سكو قرش معها وهي هدوه ضدنا وحبا يبران ضدنا وابد دجح حاسوت تاجن وحبا نجت فكاكا فلك ضدك حنوصنا يي ضدك اللي بعتاد كل عدها كود جنينة لقمة دكتور عقدة كدة عقدة بقفل بهذا قوة برتان عقدة وصي عرية حتى كسب بحياة ضد بدين توقف حبي عقدة ردد والله العظيم ضد بضم باب وقف حبي بدين تي إسلام كهذا وجو أنا أحسن هذا إنه قانون تي دين الله إنه كده كبد بعد إنه عطان والبي وقال والبين فوق هذا دين إسلام هو حب حضارة بينك إنك قاطين والعلم جي إنك إنه لوجاد وحيابن إنك حتى استعمال استعماله إنك وحين دوين لقد جاي ضد بوقف حبي عقدة ردد وعقدة marka qofkii maanta uu magac ahiblaa ku caydaan ama ki cayn ka laga roonaha ku tiraadaan ama ki soo hadeey allah soo hadeey allah ceebtiisa astur allah 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 xiyaaba fiican laftiga fiican waa sadaqo moqta laakin si fogaa si fogaa si fogaa waxba malgayaa walaalka oo ka xun oo guriga kula jooga inuu ka xuyay marka dadku wada walaalo mid mid ka fiican ma jiro mid mid ka rooni ma jiro waa kulina akhwaan ayaa 9 sagaal bin kooda dhaalanay qabiil qabiil ka fiican ma jiro laakin waa dadka uqdada laga daayo hablaha xanuunsanaya
هبل بضم بمسج يسوق راي أمال محاد وحا أمال سبحان الذي بيده الملك وعلى كل ضد كان ما بلاها حضارة ما بقرا إن حضارة إنك تضغالون بين النقامة أرجع حيسو وحلا الدلة وحلا قرحين صوب بندق صوب بندق صوب بندق ما أنت كاسة دقيس أنت كاسة ما أنت رش الجوري ما أنت قبيل بقبيل كل دولة وينود ده لكن حياة بخرطة ونام ونسك قرن حقيقي. هلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أذ بنكون سلامة. أذ بنكون سلامة ولا المعاني سود ومعاه. ولا السمسم. سمسم الكات شوكته. أولا لندن. أتبن كوسة فيسبوك صاحب كون اسم سنوارا وانا سوى اعتبارها مش خلوها. ماي ولا لا فولي وانك فول قرية مركاو إمي كون بان ساق لفيسبوك وحفاق انا داك كفتاي. صح ما شاء الله. باركي وراكم ان شرينا إمي كمركو دم بيستركاد بيس حلوان كاي تشاي في لان فاركي. اوكي ولا محادي قدر سنة لو حوض بنس قدر داري ما انت. اوه ولا لا يان. بيسك وجوه الرئيسي مسمى هرت وحها عقدة دولة ده كانوا محي ده عقدة دوجو أبوران قفك يكون أركان وح محي قفك قفك يقول له أي جادية محي قفك وده بتاعنا ده محي قفك وإريدا كي عينك كي عينك قفك ممكن وح كأبور ما عقدة وعارف من ولا تسوى خلاص خلاص ولا روح لكن ينول محي عاده وحلو مرنين يتايا أبون درا أما دينيران هي لكن قفك بنعدم كولا رو نيت لقى محي لما حسوا حتى تدرت القف كونه يلك في سيء أما خاص ودحسي أما نرش سيارة أدرت هاي والله بس والله تاجرة والله قرب كلا وحيات كركرت بالله كرا لكن هو وحاطه بناء ذن ماذا كبحسون ينقف كبناء ذن كائنات عيدت مغيب كشرتي خاص ودكتي وقتت كليست وحاطه في عمايا ذب ومشعلين وحاسو كنا لغو سمعية صح ولا لا وارمتها مكا عندت كين بطن كولي بمر في ودن كين عندت كو مارك تي تبدن بير كتشرين سكهب بيها لكن مكا قربة اللي مادو تباتوين فرق بطن بعدت كين نقل دعان نعم عندت كو بطن كوان فاملية قاراني بشوقنا ميهيلة باتشيرو هدي هلا كو جوبتن حتى الحلقية با انقفل باتيسو بس ليسي ومشغولي هاي نعم مركب حلقية بقفكي مانتو دان انا وحدودانو بشري بقف صومالي عرق اما وسكا مشغولي هاما عرق با مركب مركيو ساحي بدي اما صحابتي عرقا اما يعني دهر بدكي والله شاكي سلا كل نفسي لحضاي قوليا او صدا ولا دقنا روح نقوم الساحن وقع عرقا اما كفو قادو اما صومالي دان نعم نعم تاسينو حيكو كل نفسا مركب دان بقف تدك غاركو ديناي waxay ogeyeen qofka Soomaaliga haduu doono inuu wax ka sheegayo ama hooyadii u sheegayo ama aanu you know dadka Soomaalida weyn isbedelana ay naadu fiicnaana dadka soo dhaweeyno dadkeena qofka dhibaataysan dhibaatada lagu caayin ee la garab galo qofkii aan wax ku dhacaan loo xil qariyo la wixii aad kar kartid laakiin weyn in sawiran sawiran ma fiicna samsamay taswaatas diinu kuma fiicna wala wad ogeyo dadkan dhaga way leeyna dhagoodi ما قانسي وحي قر وحي خلاص نقدر نفهمها وحي كشاك أرنتن حنونك ذهبلا حنونك قبي أنا ما ذا حنونك قبى إيه برشاد يكون حشرة إيه هذا ردة يك بعتدي كهيسة تي وكف الله هذا دبلا لا ياب وحي ببلا ويبلا ياب يام بحنون بابا كل دعية شيء دي واو بالورني ما ذا حفر على قلني يابا حنونك ولا لا شيء في فارس كوحوي هو فارس قفك كل دعاء نعم كست أو بناد أنا قفك بناد كي تجني ذكر كيس تشوجا كل دعية أنا إلا حبا وبراي سفيعا sidoo doona baa ugu dhaco waarun ku waayay marka xanuunka HIV virus ku walaalo ma aha xanuun loo dhinto waa xanuun noloshaada inta aad nooshaad noolaan kartid inta 80 sanad noolaan karta inta ilaahay ku qoray baad noolaan ayaad noolaan kartaa haddii dawada qaadatid haddii dawada qaadatay ha sax qofku guursan kara
reer uu samaysan kara xitaa dumar waxaa jira intay uur yeeshaan ama rag leer wax dhala caruur ayagoo ayagoo xanuunkaa qaba aanay caruurtii ilaahay qadartiisa ilaahay ku ayna ku dhalan haa sax ambaan garaa dhowr qof waana badan nacam qo waxaa jira iminka horaa loo maray dulka wadamadan reer galbeedka dadka dawooyin baa la siiya dawooyinka qaar waxaa jira iminka gaalada oo kale markay cudurka qabaan waystarka habeenkii markay bababka tagaan ama kalaabada hadday wax cabaan si aanay dadka kale u qaadsiin waxaa la siiyaa dawo ay subxii qaataan dawadaa markay liqaan qof xitaa hadday u tagaan ugudaa protection kama qaadayo gebigaba waxaa jira maxaa dhahda qofkan cudurkan qabaa reer buu yeelan karaa dadka kale ajunabiga maxaalada community meela waa u furan oo ay isugu tagaan dadka cudurada qabaa hadaaba sheekada soo hadal qaaday communityadaba u furan dadka xanuunka qabo dadka ka caawiyaan way kala sheekeystaan xaaladooda halkay maraysaa la arkaa inaka kelmadda inaka oo qusre maba oran kale kelmadi bicos maba dhacaysaba dee ma samayn kala community dadkaaba la dilaya community caawin waaye ma dad xanuunsan xanuunka qaba soo dhaweyna ma isku dayi kalnaa community la sameeyo xanuunadan soo dhaweeya mustaxiil course waa inaynu samaysano qofkii dhaktara iyo qofkii midiyaha ka shaqeeya iyo qofkii waa in dadkeenu aynu xarfad yeelano aynu soo dhaweyno because dadkeenni haddii kale communitygeennibu ka dhex baqaya qofkii cudurka qabay obal qofkii caadigaaba ka ammaan heli waaye reer soomaaliya ma qof xanuun ka qaba ka ammaan heliya walaale subxaana aladii biyadihi lmulk ma actiqad wallahi alcaiim waxay u baahan yihiin dadkeenu in looga sheekeeyo xanuunkan because ma naqaana inagu xanuunkan wuxuu soo baxay lixdanadii waxaan leeyahay waxaa la yidhi kontanadii laakiin xilligii ugu dambeeyey ee dagaalada ogaatay maraykanka ku dhacay intaas 900 qof malyanu kaga dilay beriga marka waxaa la yidhi xilligaas baa la ogaaday xilligaa xitaa ku garan waa iyagu waxay ku sheegaan nacam waa run kadib inaga imka uk dadkii ku dhacay wadankeenan oo kale dhiig maraykanka looga qaaday majoritiga dadka ku qaadeen waxaa ku jiray caruuro yaryaro ciitaa ka badan oo dhiig caruurahan maaragtay xanuunkan la yidhahdo muxuu xanuunkii magaciisi caruuro dhiigga laga shubo xanuunadan maarata xanuun markiiba qofka imika magaciisa baa la ogsanahaye dhiig caruuro waxaa dhiig lagu shubo oo kale cudur magaciisan las magac yaraadad buu leeyahay marka dadka sidaasuu ugu dhacay marka waxaa jira dad badan oo dee uu laayay oo dhiig lagu shubay markii dambe waa la ogaaday sidaasaa lagu ogaaday marka xilligaas def sentenis baa qofkii uu ku dhacay wuu dhiman jiray waayo dawan looma haynta kadib wixii ka dambeeyey 58 wixii ka dambeeyey ilaa 90-yadii waa la baaray dee dawooyin baa loo sameeyey imikadan laakiin mar walba marka dambeysa dawadiisu waa caalami weeyaan sax waliba maraykanka oo kale iyo dadka qaar waxaa jira ka bogsaday oo ay kuur gareeyeen ay dileen sax aadi ka bogsadaa jira dee qofkii dee samsamey madax hadduu ku xanuuno oo xanuunka madaxaad maantao dhan madaxaagii gelisid ma bogsanaysid oo waxani waa kugu sii fidayaan waad u dhimanaysaa automatic horta maskaxda waa cajiiba waa khalaasba ha waxay ku xidhan tahay ilaa 3 sano gudihii haddaad ku ogaato waa lagaa gaadhaya laakiin haddaad ogaan weydid bay xun tahay laakiin 100 qofkii wiisogaan ee aad buu xanuunsanay marka ugu horreysa madax xanuun harkad wax la moodo oo kale cuno xanuun carabka iyo ama jirko filan kasoo baxaanba qofka ku dhaca marka qofkii marka dhowsa dhaktarkii u tagay uu sheego problemkiisi waa la ogaanaya kadib markaa dawadii baa loo bilaabay marka qofkii la baaro marka qofkii midhkaama noqonayo si adiga uu kaa xoog badan yahay energy buu leeyahay viruskaas haddii qofka dawada qaato waxa lala wuxuu noqonaya ma jirto reer buu yeelan karaa wuxuu doono noloshiisa ka qabsan karaa soomaali waxay u sheegaynaa inay dadkooda aanay ku bulin inaanay ku ergin xitaa adigu qof faamiligaaga hadduu ku dhaco qofkii waxaad uga dhigtaa inay normal tahay wa inaad isu soo taagtid raad maama waxaan samsamey aan kaa dhexgala walaal macaane khayr allaha ku siyaado hadalka watee qofkeena haddii lagu yidhaahdo dhiba haddii qofka ya laga arko wax yaro iskabada xanuunkaa weyn dee xanuunkan de inagu marka runta la sheego anigoo qoramaya intad isagoo qoraysa adigoo ka hadlaaye dadkeenu wey wax dadka meel bayba waan waxaan xasuustaa magaalada hargeysa gabadh tiri waan qabaa xanuunka in xitaa guri laga karan waaye
meel kasta ku jirtaa warbaahinta oo dhan meel walba waan garanayaa waan garanayaa taabasho lagama qaado fadhi kula fadhiisa lagama qaado aragaysa aragtan lagama qaado wax laga qaado waa la garanayaa iyo kun waxa ka qaadan way garanayaan sababna ilaahay uga dhigeen ma garato walaal samsamay marka samsamay bulshada aanu ku noolahay aynu ka dhalanay dhagiyo maskax bale aqoon leh garasho leh ehbay maan loo sheegay waxaan wixii si kale u barmaraya dadkana caayaan cuqdada ku abuurayaan walaal ee dadkii sii fogeynayaan walaal macaan khayr allah ku siiyay in ay wax ma tartay wanaaga wax lagu helaayo maxaad ugu baaqaysa walaalo dadkeena waxaan odhan lahaa dadka ha xumaynina dadka qof kasta oo qof xumeeya ama qof godob ka gala ama qof cuqdad ku rida one day bay kugu dhacaysaa dulka galaysa allahu akbar qofkeena waxaan odhanayaa markuu qofkaagu jilicsan yahay dadkeena markay dadkeenu jilicsan yahin waynaad iskarab taagtid waynaad u kacdid waynaad la ooydid wixii kastee la soqno qofka bini aadanka specially dadkeena inaad ku wada hadalo soomaalida qofka markaad artin tabaalaysan isku day intiaad kari kartid inaad caawin kartid inaad waxu qaban kartid inaad dhibaatada ama la qeybsan kartid ama ka saari kartid isku day ha caayin hanin qeybtiisa ha faafinin wallaahi billaahi haddii kale qofkii ma garanaysa dhibaato aad u weyn baa gaadaysa sax aad iyo aad walaalo aad iyo aad walaalo dadkaa dadka hoosa u dhigina talabaad kelmadaha laad qofka inaad ku tiraaxdid inaad magac ku sheegtid ama naagaag bogii tiraaxdid ama waa wax aad binaadanimada uga baxsan qofka magacaan magaciisan lagu yeedho isagoo magac le magac kale logu yeeday isagoo magaciisa qofki garan magac kale ugu yeeday herakaaso kii foosh xumaayo kii caynka kii mido kii burna calosha weynaa somalida ka walaalay imka horta waxay noo dhaqana magacani haddii qof ilig jaba soomaaliya meeshay doontaba ahaatee iligki waxaa la odhanaya anu waxaan garanayaa anugu waxaan garanayaa beri baa nin baa fartaagay carabtaan joogna fartaag bay ku dhejiyeen fartaag waxaad arkaysaa nin ishu yaro cawarkii cawarkii ilaahay baa waxaa ku sameeyay ma qofaa iscawari lahaa il iska saari lahaa ma ilaa aan ku noolaan lahaa no wen laakiin waxa weeyaan wallaahi been kuma sheegayo dadka binaadanka waxaan u malaynaya inaynu nahay walaalay dadka aad dadka u dulmiya baynu nahay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka ilaahay horta aynu soo adaya laakiin waxaynu u baahanaya inaynu ilbaxno iminka dunidii way inaga tagtay inagu dib baynu u hadnay marka dadkeena waxaan kula talin lahaa war ilbaxa wax walba wax walbo la yaabayaan wax walbo qofku arkaa nin baa qofwaxaan odhan lahaa qofkii soomaaliya ee qaba hadeeraan sheegayay ha soo dhaweeyaan oo dadka ka daayaan ma jirto niyadaada khayr u sheeg waxaan odhan lahaa soo dhaweeya kursada dadka xanuunkaa qaba gaar ha u saarina wallaahi billaahi been kuma sheegaya anigu haddaan qofka aan isku fiicana uu qof wanaagsanya oo cudurkaa qabo oo aan la sheekaysto uu ii sheego uu daacad yahay kumaan diidi lahayn bikaos waa anaga inaanan ka qaaday tan iska ilaalinay cashaad daacad baa taa maasha allah waxaad ula fiicanmaasha walaal adoo kale waa la doonaya dadka adoo kale baa la doonaya dee adoo kale maa la helaya haddii la helana saa loo adag tahay laakiin qof saa u qalbi wanaagsan oo saa xanuunka hadaaba kusoo dhaweynaysid istimaarjaahilnimo weyaan qofkaa ilaahay uu ka qaadi kale xanuunka marka xanuunkan dadkay ku caayisaane maxaad uga hadashay baaba aniga laguyi maxaabaad uga hadashay taasaaba u noqotayba wax yani ku marsooda maxaad uga hadashayba waa laga hadlayaa waa lasoo bandhigaya waa lasoo saaraya waa laisu guuranaya waa laisu doorayaa inan baa inaan ila soo xidhido ha maba mujtamaceenina wax sheegaan may ogolyihiin mujtamacaasoo taleedhi aamusnaada soo taleedhi aamusnaada xumaantana wixa kale waa la fidiyaa weligayaa laaba arag meel faafiya ma ogola mogta wadankeena boqolkiiba imika dadku kontan ama sideetan walaala way qabaan laakiin imika waxa lagu leeyaba hadday kanaaca kugu dhacdo amaad yara xanuusato straight away waan wadankeenii waxaa lagaaga qaadaya dhiig laguma weydina permission laguma oraya xanuunkaas lagaa baaday straight baa lagaaga baadaya halkan ba halkan uk marka dadka baadan way hoos geliyaan maogta xanuunada way ku daraan way ugu daraan way iska baadha marku qof hadii aad afrika ka yimidaa markuu midha qofku afrika ka yimaadee u dilmadhalo oo kalaa laga baadhaa way iska baadhaan laakiin wadaa yo permission halkan uk lagaama qaada haddaan adugu ka codsan lagaama qaadayo bikaos kelinaga u gaara baa jira okay adugu marka samsam ahaan dadka xitaa xanuunada qaba inay dadka u sheegaan lamaano ay guursanayaan de u sheegaan u qarina mayna ka fiicnayna gabdho badan oo ragu qariyeen baa jira walaale oo imika ay isoo sheegay hawqarinin qoflabada qofbaadin qof aqoon la yahay oo yacnigii caqli leh oo wanaagsan
waxaaba laga yaabaa inaanu qofka haddaad u sheegta ta war anigu xanuunkaas baan qabaa waanan kaa helay qofkeedu sheeg dadkii horta badankii lama aaminayo because big mouth baynu haysanaa dadkeenu waxaa laga yaabaa inuu umadiiba u sheegaa haddaad qofkii cudur ku sheegta war waxaan kuuli inan baa meeshii ay dhammayd uga soo haajirtay ba nin sheegay gebigiisa inta ka qaaday cuqdad kelmada maanta barnaamijka maxaan u keenay alcuqda ma haya alcuqda cuqdada waxaan u keenay waxay u sheegatay uu yihi waxbaan turjumayaa turjun baa laguyihi wax lagu sheegay max lagu waxaa lagu sheegay fidi shaqadaad wax ber waxaa la sheegay wiil soomaaliyo nin la deganaayo xanuunkii markii laga helo wii xanuunkaasay nadaro laga helay wiil waari ka guur aka qofka xanuun xun ka helaan markiiba consali baa loo ballaminayaa markiiba waxaa lohanayaa qofkii baa la fadhiisanayaa waxaa laysku markaas waxaa lagu talagalaya qofkii si aanu dhaamaji ku dhicin aanu qofkii weyn because waa cudurada uu ka mid yahay xanuunkaasoo kale ugu xun ee qof loo sheego nacam walaal waa run wallahi waa run qalbi waa ku jaba inakuna samsamay dadkii oo xanuunkii qabo oo waxaan arkay anigu dad xitaa markay doonayaan isguursan shuruudo isku xidho shuruudo qof isagoo naftiisiiba xanuunkii qabo oo qof ku oranayo sharadkaasna araba saanaad ahaatin asa ahaatid shuruud in niyadda laysu hagaajiya mon qofkii laga caawiyo dhibaatadiisii mooyeno hadana shuruud baan kugu xidhaya anigi baa shuruud kugu xidhaya waxaasna maskaxda gala maaha dee shuruudu waxay imika dhowr hablood baa aan la xidhiiday lasoo xidhiiday markaa rag baan namaan way sahleen moogta anigu waan baahiyey markaa facebook idan qofkii doona wii lasoo hadlaa inboxka laygu soo qoro waxyaabaa brafitka maaha publica lama soo dhiga dadka aana waxba garanayna publicay ku qoraanay commonka ka bixiyaan qofkii halka ku fadeexadeeyaan moogta lakin anu alxamdulilah rabbilcaalamin arrintan waan iska ilaaliyaa moogto qofkii dhibaatada qaba si daacada inboxka sida brafitka anigu saan wuxuu arko maayan dadkoo dhan wada arkaan dadko dhimka soomaalidan arkaas qof wax ku arkaya subxaana allah wixiibay ka naxyaaro halkii buu kugu soo qoraya caynka ayaa caynka madaad anigu waxaan leyahay meel brifate wax laygu soo qoray haddaad meeshaed igu soo qoray dadkii ceebteeda wadid waxbaa noo soo qorina marka laba hablood baan u helay laba inamood insha allahu tacaala horta mid way isguursadeen alxamdulilah rabbilcaalamiin way isku farxeen shuruudii may dhicin mid baa iyada shuruudo mid loo soo mariyo shuruudo adigu adagoo qofkiibaaba la doonaya isagoo nool ban ifka lagu aasaba isagii baaba xanuun qaba oo raba inuu xanuunkin si fiican oo tacaaluj fiican u helo oo qofkii si daacada usoo qofkii u caawiyo u dhibaatadiisa u sheegto ka alamka ama dhibaatada la isaga saaran wax ka biiyo ka yaryareeya dhibaatadii walaalo maaha qof wixii kusii hami kusii dara hami hamigii hami kale ugu sii daraa amee taas waa qalad laakiin waxaad ogaataan qofka noloshiisa xanuunkan qaba wax ka xuni ma wax ka xuni ma jiro ha hablaha iyo inamada waxaan u sheegaya walaalayaal waa maqlaysaan samsamna in badan bay ka dhawaajisay ilaahay wuu kaa qaadaya kininkaaga hadaad wadid maxay toy ad noloshaada wax fiicanna waad heli doonta qof walba wuxuu ilahay u qoran wuu helaya qofna qof ka qaadi maayo la yihahda jira dadka soomaalida waxaan u sheegaya please haday qof wax idiin sheego frankiina ama faamiligiina qof kale ha u sheegina diinta islaam miyan diinta islaamkana kuma fiicna dadka allah yacisak walaalo aad baan kuu salaamay qof kalen sugay lakin samsame aad baad u mahadsantay walaal macaane si fiican baad igala qayb qaatay xaqiiqdii walaalo wax badan oo aqoonana way kugu dheehantay walaal maasha allah caleyka allah isiidaka ya rab ilaah kuu barakeeya cilmigaaga walaal macaane iyo aqoonta ad leedahay sida fiican adla soo hadashay marxaba walaalokay xabiibti haye walaal inboxka igu soo qor magacaago si fiican inantaasaan igu dhimasaan kuu gartaan dadkaan laga faa'iida inaan tuuraan adig kusoo geliya insha allahu tacaala jazaakallah khayr samsam walaalo ilaah maraagta ku salaam aad baan ugu mahadcelinaya walaashay samsam wax badan bay ka dhawaajisay aan usoo noqono cuqdada haddaba walaalayaal iminka habeenkii khamiista inamo badan baa lagu dilay wadankan nasiib daradeena haysata waalidiintii xitaa dadka masaajidada dhisa ee wadaadada sheekheedii xitaa reerkii caruur ka dhintaan wadaad qori intuu kusoo garaa albaabka ma oran maxaan kuu qabtaa waa cuqdadi lafteeda waa nooc min cuqdeeduna qofka xanuunsanaya walaalo ee xanuun qaba waxbaha ku digan wallaahi waxbaha ku digan laga yaabo yow min alayaam adiga subxaana illah inuu ilahay hadna kuu keeno kii isna ka qaado wayna dhacdo waynu aragna
شكدن ان حنون كان عاونو كهدلينا سو دخي غليسنا نوع من العقد قفك عقدد بو كقاده والله انا وحي غوت امالي مسلم يا قال وح صومالي اف صومالي كو هدلا او ان كابت نوع دونا ما كنقو صومالي لما شيكستو اشهد الله بس نقول محا دعه ولا وحي تو عقدد بن كقاده وايو انا وحنون كاقبا با حنون كي قفكي اي ترجمه سي فدي حسبي الله ونعم الوكيل فيك وكسي دغه با ددكي يعني ددكي غرانيا وحنو شيغي هبلها سومااليد يغلو جيره ولاالو يينمدا سومااليد حدا حتى قف اسبرانيسان صورد هيسو ديرنا صورك اسك الااليا سي لايف اسو اركا لكن صورد لا اسو اركا قفكا لغا يابا ادو غنات فيعانتاي وسدا عاد صورك اغو درتي لكن قفكاس قف خن يحي وسو داعاد هينا صورك اسي كلو استعمالاي امو كشف يابا marka iska ilaaliya sawirka aad qofkii aad leedahay waxa saar inantaasan oo saasan oo ekay waxa u dirin taas way ka dardaan aniga qofkuna isaga xora laakiin my experience waxa weeyaan aan waxaan ogaa dadku isku wada mid ahayn isku wada qalbi ahayn they are not isku qalbi maaha isku maaha garasho isku dameer xitaa isku dareem xitaa ma laha the same feeling xitaa ma laha nafs al ihsaas kulma yeelan karaan qof waxa jira weligii yaa liba qofka la raadin inuu xumaan oo chance maanta uu helay marka chance karbaash buu oranay ku karbaasha taasna waa taab waxaan soo noqonay alqaabki kelmad alqaab inuu insaan inaadi akhi insaan bilaqam la yuliqahu ama walaalkii ugu yeedhaya magac cun magaciis yahay waan maanta inaan ka igula jiraan arkaya in ama inanta luul baan arkay luul nuuro kore waan ugu maanta luul nuur magac kale ugu yeedhay ayna jecleen waxaan ugu yeedhay magaci hooyadii aabe u bixiyeen baaba haysataa maxaan magac kale ugu bixinaya nacasti toqonti basarigi nacaski ki calosha weyna ki isha cawarna ki dhitinaye ki maxay ahaa ki maxay ahaa ki indhaha qalloocay ki maxay cawarki balaayadii fatuushki faciiski leesh ash istafiid maxaad ka faaideysaa ash faaidtag maxaad ka helaysaa hada naadeet akhaaka bilaqab maxaad ka faaideysaa what's the point you gonna get from them maxaad benefitkaad ka helaysaa nothing you can't get nothing hello asalaamu calaykum hello aad baan kusoo dhawaanay walaal magacaa jaamaco waxyaa badan aad maanta isku dhex horta maanta barnaamijka aan usoo fadhiistay halkan waxa weeyaan kelmadda cuqdada cuqdada jaamaco waa alcuqda dadka cuqdada dadka geliya ee magacyada kale ugu yeera ee qofka yeesa ee si caayan qofkii hawadii dadkiiba ka dhex saara moogto cuqdad ku abuura ama hadday xanuun ku arkaan xanuunkii uga dhiga wax weyn isugu isku rida oo cuqdad qofkii geliya ku caayaan iyaka waxba u qabanayn laakiin maynku waxa weeyaan programka maanta waa cuqdada maxaa dadkeenu dadka cuqdada ugu abuuraan dadba waa cuqdada ku weynaada oo ku khalaas ama caruurtaadi laba mid aad oranaysa kan waa kii fooshaxmaa kan waa kii saaqid kaa kan waa kii nolosha ka dhacay oo ilmihii kale u maqlay marka ilmahaas minuu ku abuur man cuqdad bay ku abuurmaya laakiin cuqdada maxaa keeni kara maxaa keeni kara innagu waxaan naadada sisamanay soomaa si fiican badan ilaahay baan rumaysannahay naxam waalidku tusaale ahaan da ciyaalkiisa inuu acdaarad sameeyo oo dee waxyaalaha ay dhibsanayaan inuu ka ilaaliyo ka mid tahay motif ugu weyn ee maanta waalidkiisu fahmi laayihiin markaad eegto ubadku waxa weeye waa waalidkii oo nooc milal gira qalabsanana u dhaqmaya oo markaa qofkii inaa keeni karta inay xuqdo qaadaan markaa xuqdadu waa wax qofku hadduuna waxay tilmaamaysaa qofkiisa waaan isku filnayn ba abdu qaadi hadii aan waan isku kalsoonahay jaamaco dadku isku wada mid maaho mama isku kartidaad sheegaysa adugu maaha dad waxaa jira u dhaga nugul kelmadii cuqdada ama hadalkii ka weynaada oo iskuba rida automatically iyo dad waxaan ku wuri iyaku aana u joojinayn ba ka jibaaxay hadalkii oo qaadanay maadaama qofku isku filayay ama isku kalsoonay kalsooni buuxda qaba dad baa jira anaga gabadh baan garanay maali hindiyad waxay igu tiraa maalay waxbay shaqay ka shaqeynaysa shaqa bas I have no conference ma haystaba ku leedahay conference iskuma qabo kalsooni iskuma qabo intay ooyday maqsan kul waay maxaad conference uqabisa waladi ma islamihiina de waxaan kuuli haddaba kalsooni waad qabtaa waxaa shaqadaad samaynaysaa way fiicantahay wad baan kuuli kalsooni u yeelo ma garata marka dadku waa la isku wada mid ma aha dad waxaa jira u dhaga nugul ay markiiba kelmada taabato saxbrnaanuusinan bandhe cagsa loogu sinayn xaqiiq dadka cuqdada
qari karaa waxaan leeyahay dhowr qof bini aadanka waxaa wanaagsan markasta inaad ilaaliso qalbigiisa iyo waxyaha moraal jab ku keeni kara. Naam. Guusha koowaad ee qof uu gaari kara waa niyadi wey, waa moraal. Saxiix. Hadii niyadii ayna ku hagaagsanayn waxba ma qaban karaysa, waayo waxa aad doonaysa haddii aana doonaynin adigu qof weyn baad tahay, de ma qaban karaysa. Laakiin qofka haddii moraal ahaan la jebiyo, arrintaasi arrin wanaagsan maaha. Ee islaamna way nahay qofka inaad dhiiri geliso oo hadal wanaagsan ood ka ilaaliso. Dhaqamada iskale noo soomaali bay nahayo, waxaynu isku yeennaa iimaha qofku uu leeyahay ban magac warina. Tusaale waxay kasa qof ila ama langara ama kaa soo kii jiiska ahaa kii ishara waa nooc milal aynu dadka kaga dameyna laga yaaba. Waay maxaa inakeena ugu macan dadka kaleba isuguma yeedhan. Waxaad arkaysaa cadaanka ama carabta ama dadka kale qofkii oo wallaahi xaaladiisu xaaladteeba kale maasha allah wallaahi maanta yo lovely day maanta waad qurux badan tahay, you look lovely, you look maxay 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 waad qurux badan tahay, waad wanaagsan tahay, innaka maxaa kii fiicnaaya kii xumaaba ay muxuu magacun ugu yeedhayaan walaal. su-aal aan ku weydiiya amaalkaysa, ma aragtay qof soomaali oo qof wanaag u sameeyo tan ku yidhi weliyi maba anigu maqalba wala shaahadtu wala shuftu malaa yashkurinaa salaa yashkurilaa bay yidhi soo ma. Nacam nacam walaala sax. Dadkan waxyaalaha inay ka horeyan waxaa kamid moraalisi moral odhis qofkii yaraa siro itaanka oranaya weldan wadamaysa hadda waxa ma hayaba bal ka war waa moraal, waa moraalkii niyadda niyadda ha qofki xitaa wuxuu qaadaya markaa jaamaca uu sii shaqaynaya wixii buu kasii dadaal, laakiin dadaalkaagiiba qof aanan u muuqan. Ha adigu iska soo qaad markaad maanta waxaanad samir dhawaad samaysa waad kuuleysata waxaad galaya aad u weyn. Ha waan sii dadaalaya waxayga waan labalaab ka dhigaya ma ogtahay, laakiin qof baa isagiiba garanayan ba sida xitaa loo hadlayn ado isagiibaa shidan maxaa shiday waad lugoysa kaase jar baad ka tuurtay kaase jaamaca waxaad ii sheegtay arrintan kale xanuunka walaalo dadka xanuunadan qabo walaalo ilaahay subxaana watacaala waxaa ilaahay ka baray inuu qof walba ilahay horta ka qaada maanta xanuunkaas uu ka dhiga kunfan iyo kun kuwa iyakuna xanuunkaa qabo walaalo cuqdad badan dadkii gelinayaan ay dadkeen horta dadkeen xanuunka maba sheegayaanba oo I don't think sana cid sheegaysan aniga hable ii soo sheegay wallaahi markay ila soo hadleen telefoonku yacni waxaan qofka karti wanaagsanaa gabadhu cajiibsanaa qalbi wanaagsana say ugu qudheen ii sheegto markaa waxaad og tahay inaan caawinayo si daacada u caawinayo qofki ma ogtahay marka dadkeenu arrimaha ma soo dhaweeyaan walaal say usoo dhawe bi-ada iyo bableeshi qof ku dhex nool yaha way saameyn kartaa imika ku baxna inu joogno hawlihiisaas ka badan qofkasta hawlshiisi baa ka badantay dewaladii waxaas baa dheemeeshkaraynaya kulle saameyn ku yaranaya keeni kartaa qof inu kalsoono baan isku yar baa keeni kartaa jaamaca waa runtaa, laakiin qof walba tiisa inuu ku mashquulamayn dadkaan lagu mashquulin qof walba ilaahay subxaana watacaala u daayo oo isagu sixsaabo dad unu ku maqnaan mid caworan ama mid xanuunsanaya adiga way ku sugaysaa ma caworno ama qofna kuma tagaya si iisi ma ogtahay adduunka waa la tusayaa dhadhan milcadaab ma ogtahay ama dhibaato yar hadduuna dadka dayn ha may waxaas waxaan oan karnaa waxyaalaynu ku dumaynay ka mid tahay loo baahan yahay maanta in dadkeenu ay ka ilbaxaan oo iska daayaan oo qof kastaa bal anigu miisaankan isa saaraya waa miisaanka anigu aan ahay anigu maxaan ahay doorka haweenka iyo waxtarka bulshada ha markaa waxaan joogay soomaaliyaan joogay markaa ma ogtahay haye walaalo waxaan daawaday gabadhaa soo taariibtay gabar yaban soo martay ahayd daawo saamixi weyday nin cadaana guursatay iyaalku ka qaaday meelo badan soo martay
سيب في عما برامج كما بإلاوي مسكحة كما بحاين أنت تهريب تصور إلا صوماليان إلا بوصاصو إلا يمن إلا لندن إيه ديبات تماشي مرتبة ديبات دي أدون كود عضي كوف سيف أنو مالتها وحانا هاتتك أمسن تهريب دي وحي قائماتنا يو كمان شو قال الحمد لله وحلا برنا ومشي إذا حضر ما كان أمال كيسار بالله في كوجستان ها ولا لا وحايقو صوت عاقب بردي ومشي ما شاء الله وارو قبل دي مكان الحمد لله رب العالمين وقت دبعت هذه و دبعت هذه دي واسك دبعت هذه أون وضن كبير شو قطع عقدة صيدنا كل عدد عقدة نفسية كل عدد قبل دي حتى لكن تهريب دوا سوا شفت إلا معاكيد أخترك وحواش كده يا روسي سرد أنا يظهر تجو قضيب ولا الحلو وايبه لكن الحمد لله لا وسهل وحب حب لا وسهل ولا لا ولا لا دي أنا ما حقولي والله سنت يسأك الله خيرا أنت أنا كسوة إن شاء الله ويجي كل على الموضوع يسكب ضن كلام هذا هنا هذا يقول هذا اللي قفك إلا دي جري وحاي كم متهاي طفي لبصمات كريه سوما. أدي أدي وح والبقف كصوما ولا. ما كذا ركض ما كان وقت الجوار الصومالي الأصلي بعد الصوت طفي الصومالي وهو رمي سام خير وشيء سام هو مرة. أظن وفرحة. ما لا يتكاف كوفر حدا ولا. ما كيس أدي يا خير بدل ما أقول لك يعني. أمي ولا أدي أنا الساس اللي يقول أشام عاد بنوم هسنت ولا كمعين جزاك الله خير ولا جزاك الله خير مع السلامة. عاد بنوم هذا اللي ولا كشام وحياة بدل سنة كده وشيء وح بدل وشيء ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل من السلام عليكم ولا لا؟ أهلا بكم سلواني ولا المقعال كده شو كتانا؟ ولا لا منى ويا منى أحمد. منى ده ما أنت واد منى يخورس يا منى أحمد يبرو في عن تاعي. أنا ضافي على عساكر. أدبن كوسلوني يا مناي برامج كنا نوضع وضناه دمانت لكن مرك الله ليه دو. لكن وقتي هو يشير أتكادين وقت وقتي غير أتكادين. وقتي ها وقتي ما أنتوا بدنا وسعتها وقتها يا ضدك هو ده بيزي سكولدي وقت إيرلي أنا خلنا إيرلي سحنا دول يروح إيرلي وان كعير ما كان حسنا إيرلي قال وقتها صعب ده حيس كده يو مرك مناي برامج كنا وضنا ولتي وحن وضنا مناي الله يسلمك يا مهندس محمود وحن وضنا أرنتي وحن وضنا إن محيطوي عقدة ضدك عقدة اللي جوا بوري. صح هي سمحات ادو يلا قاعد قاعد لنا برامج كود وغيدي زين وانا اجي ولا علي لكن وحايا دك ما عرفت عقود الى اللي سكدايا في عنورتا هي بركا دك العقود كو جرى ولا علي وليد عقود ما كشقين ان سكدايا ما في عن وان غرت كوار ما كان عقود دي اخر قفكي لما قال لي موقت ما حد قفكي عقود كو قال لي ولا الاخر هذه الهي كفق صحيح نعم عشان ترى سلادو سكت او حق الهي وجيت ما حد قف انسان الهي ابوه نو سو تاغنان كورا مناي ان شكدي القابك اللقب كلقب قف انا قف انا مغعيسي مغع كلا ويري ولا علي أنا والله تتكلم في أنا لقيا بقفك كان الصناعي شيء كأمان كتير توين وقاعد قفكان ينو دم بيوطه هاي. صماه. قفكم ما قاعد يقول يدي وده ليش شيء وينو أنا ولا أنا يعني كذا كذا ولا أنا بروح أقول عشقوش 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 ما يقترأ ما هي كذا هذا عشقوشي ما هي كذا هذا عشقوشي عشقوشي هي تمركي تم بي ايار وهي احترامي ونودي ونودي ماكي وقف قف كم بلاد دم قف كوس قف كم حياة مسامات بهد مساجنات بهد لا إيه مسامات ولا لا صاحبناي ولا صاحب تين صاحب النهاية وعاد ولا لا عشان قش ما كنت راد معني إيش يا جماعة كنت قف سكبر معنا محب معنا كارك تي كارك كل أنت برضي ها ما كان يدنا نقول كسي أنت يدنا ولا كسي بقى عشان قش ما بدي كبر كسر بقى سيدنا بتي كلا كسي حرة تري ما حد يقول أنا عشان قش أمي تخلص يبي حسمة مسيدة لو بيحمل عمك ها هذا الكبا كل ده قد واطا من كوشة يعني من كوشة يعني ناي. مركزي يدي حرق وصي ترى محاني قاعد أشقش اللي قاعد
تبا كون كوشة قف مكو يسق وحا سقي با وحاس سقي با ما كان ساي سقي مكو عين كاي هي سقي با مركا قف وحا القف مركو قف عايو سقي عيد كل حجرا با قف كلا سقي وحي سقي قف تو شيغي بوقت بوكس سقي با اوريد كو جرا عيد سقي با عيان ما فهمتي ما كان سقف كلا كا هرين وسلي قف خمانتي سي سقي شي وحا في عالم تقانا هرتا قف كينا لغاش شون با في عالم قف وحي يا هرتا وين الزمان كورد وراجي شرفت ابو برطة وراجي شرفت وين الكرة دمي والوحي تشرب قانون بابا قف القف بلا كرامة دواب خلاص با قف كرام ولي حد ولي حدود ولي انو قف كو قل دمو هذا الكور هذا انا كو قل من وبقاض با عروتو كو يسمى راي وانو قنا عروتو كو سو شد حلو اير ليتا شعب كودة أهد بانكو سلام يا مولاي هيا هبين وناك سوال المعاني جزاك الله خير حبيبتي هيا مولاي هيا مولاي وام قشي وام قد بقشان مولاي وحيت القبر صاحب الضي عيش من الحمق حكى لي ويولي ترتي عاش قشي الله وحبه ونو مقل دورنا وح والب ونو مقل دورنا قف يعني تروح عند جسنا يحتا إنا يعني وانا ندير كده يا راح تقرش بطنح اللي يقول نعس كده يا راح كي قابنا دول دقاقي inan ba baro xuguul inan ba inan ba maal arab bi haga jinim ka soo noqoyga buxub mid ba iso inan kala iso golay maadarno ninka si degay arko buka suudi waxa la dul dhaqaaqay ninkan dul dhaqaaqay dulkan dulkan dhaqaaqay ka baxay hello assalamu alaykum hello hello alaykum alaykum assalam wa ala soo dhaw magaca hada way war waxaad ka waran way islaamay dhamaan adigi iyo barnaamijka inta daawanayso dhan maxmed ba maxmed ba Yes. أحمد from South Africa. أدور مقع عطك أقول قرني لمبر كأي مركان مقلا ورا جزاك الله خير كسر سودة وأحمد ورا محد برامج قال قب قام الخير الأقصية. وعندنا ورا الوان ما صمت هاي برنامج كان وبرنامج شرط أد وقرص بدن أد وعن لا يكلم في عن شبارسن ما أدري وين دهول هاي. ما شاء الله. ما شاء الله تحنات أدور أحمد وان قرني يا إلهي كقولي سي أدنا ولا عليه واحد عشان إلهي كسي مراد كأي محد قال قب قام المركان أحمد. ورم معناه وواو دهنا يجي وأنا وعيني هاي وحاول كل يعني دتك معناها إنه يراك شقينا يا دتك مكان ساي والله يوم كشقينا يا ودي وحبت دتك سوى والله ما ونكسره وح خطي ما مجانا كلامه والله بلا وار إنا بصعود إنت عقد وانا جدي إن شاء الله ورسنا كور الله قبل جساؤنا ورا ما قعونا هيني وإحنا هين بالغو شيء يقول جو أريدي كيو دوا إنت دلعنا يقول جسي حني أكون عاي يا غار كلام بضن هبلا حنو صنع ولا شيء حنو صنع قبل باي سمو كين وأحمد ومركا محاد أدو قرنا دوا الكعبة ها أنا مو قف ويل سوماليات بتو أخوان لو قرشة لو وحقد بين كلام آه والله ما غير دوس كلام كشقينا يا حما ترى دوس كلام دوس ملا أقدر ويل iyo waxa la waxa iska tarasule waraad walaaga oo ka shaqeeya dadka kale ee xada magaca dadku uu yidhi uu yareysaa qof uu dhisraya wallahi waxa dadku dadka hore isoo ka tirsan tahay isay magaca magaca qof uu yareysaa saas waan daawanay mana qof uu ka hormaraya xumaantiisi waxa waxa uu sheegayaa dadka oo dhan meel kale jooga Soomaaliya isba qof aan helay ma jira absolutely war taasana been ahayn wallahi qof cab saliim ma jira والله إن قفك توقش الله وحكوان وكحكم إلى حقيقة قف شرفت قفك كوعي وشرفت ذلك صار دقة وضدك أردن تصي هو يقول بعرور له واحد دون تهاقات واحد دون تهاقات يعني لكن كافي دي صابن دقة كدوبي إن توقش الله وحكمه ما راح حق يعني واجب هنا الحقيقة ما كرمت ولا شيء أقول ما يلا هو هنا يا الخدا عدو أنتم كوا يلا
سبحان الله آخره ها آخره يا يس مو حلا مودي يا قفل بروح وسمي آخره يسوق يسوي تعلى تذكر دينا قرينا القرآن كدبها وراء عن تفاسير كذا قيبة تبى بلقيها بين القرآن ينبه ولا أدون كان روحوا البان قاضي يا مظبطكم أدان برنامج جاي وشكرا قلت لهم على قلت لبوته تضوا حاجة تضوا حفان سني إيه تضوا يحا أحمد غيرنا يسألك ورقة حدارة هاد دم أحمد هو وين شلان ده هادك حبة شلان تضلك حبة شلان روح الحاضر وعقل غايب لو وين شلان وقتها تض روح هذا كله شو وعقل وهذا ملك اللي كتش رود عقل ما لين يمكن يعني تذكر تذكر بس كسي تامين أنت بضم الله حقيقي دي تض بضم بدرك والله كسي ت قربهن تض كسي صعود ركس تحت عرقنا والله العظيم سبحان الله إله سو هذا يكنا سو حنوك هكذا قاعد وكل واحد حنو نوع من الحنونة ما قرأت أحمد هو ما شروط تقف كاسون اسكا هذا حربه في عن والله حد حرمبا سقيبه تيس يا عيسى توقف كا الى هي علمي يا قونت كو غابي ويقف حنوصل يا مكت هذو شروط بان كو خريا ان انك يسكورسنا شروط او كادا او كادا او كادا او كادا إلى أن كبحان دون يا حنون كان هي عقدة يقول نقضي أو كل قيب صدى ولا المعانو ما يلقى قيب صنك التام ووضع قيب صنك لا ما يا شروط بنك وكل حرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك على كيف فهمة شروط محاكاة يعني دكتور ولا رسالة شيء توا أي دكتور نجح ويجي أصل حنوسن أو لوج جاري أيوة ترى دي ما تولى دي ما راح نقول شيء وحويا أسيج أسيج ويجي لكن ما أعرف هذا شروط بس كده يعني إن أنت أي حروصاً وهذا بلا شروط وحوضة ماستا وراحل حوضة ماستا أنت كلام برنامج كهو برنامج يقولك بدن وعي قلين ترى بدن وعي ذات كذا بعديها كان إيوه وحاول يعني قف كهو كهوم بما أنت بدن داول أيوه أيوه وحياة بدن ما قلتي ما كان جزاك الله خير وعي قلين بكتب شو قرية ما هو بوت شو هو قفوة دوري الله aad baan ku salaamay Axmed oo telefoonkaagu waa lacag badan baa kugu socoto arintaadna Alla oo muraa ku fududeeyo waan ka soo bixi doonaa إن شاء الله إن شاء الله ما خير فرا بضم بكو صعد إن شاء الله دوان أدي بكو السلام يا أحمد أدي أدي جزاك الله خير ورالكي لا يا كبر مع السلامة أحمد ورال أول سوماليا ورالكي وشوك سود أفريكا وح بضم كده واتشي أدي بضم مرسنت أحمد ورال صدق وروح بضم هذا قلق قاعد قاعد برامج كا فيسبوك لايف إن شاء الله تعالى إنه كلا فايدي سنة إنه وحاب بضم يعني سنة ورا إنه قفكو حيقانا اللي قفايدي سنة قفك أنا وحجرين إنه قفكو حيقانا كيف أيسنا عيب ما ما قانو إنا فهمه محمة ما هنا ميس كاسون فديد عاودنا كو ون بلاس ون الولاد فكرتيد أضم مسكح هذا الشقين سقف كده وح كوشة جنو قاضو مركها هبلها صوماليد بن شيء ولا بالله عليكم هرت النيد وعجيب قف كده النيد اللي جد لنا وح الله عليه وح جاري ما ترتو قف بعد قارنا يصور ولا على امتحان عن وضع فريسنا عن وضع قلنا ما كسو قارنا ما امتحان قف بتكون عيسى ما حد قال قل أنا كعب عصي هذا استجى بابا وح بقرنا ينب ما يان وضع قلنا امتحان ولا محد كديد ما يوان كا وان كسر هي ده أدي كسر لسه وضع قلنا أو دير هي مركا وح قدر قف كنيد اللي جد لايو ما قاعد ادخل وقول يا حن حن لقب 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 كرسولك وديري واصحابك وديري اللقب لا تنادي اخاك باللقب لا يحبه وفكره تيمو مو فهمتين هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم اهلا وسهلا حبيبتي سودو مقعا واد دقيقة يا نملي ما شاء الله دقيقة دقيقة اد باكو سودوين يا دقيقة ولا شيء قالي وكفر برامج دقيقة محد قلق يبقى ضاد مقشة ما انت ودورو حضن ما تعتبت ما انت وداوني السنة ما شاء الله وكو داوانا يابا الله يعزك هيا دي قصادو أرقتا محا قوصو بحي محا قصد حدي موضوع عن اسكود داري عقدات دا دادك حنوصانا يا اللاسي يعني محا يتو عقداتين يا دنود اللغوح ماني حنونا دا دادك يسكو عاي دادك يواب مقعي يسكو ياري ولا لو مقع عاقي لهي يو دا عبهاي هو دا كولا بحينا لغوان قلاي لغا بدلا يو مقع عان تشعلاين اوت كراهي سنة سيد او لقب لغو ياري يا قار كلاوبا دونا دلقي سنة سيد سادو أرقتا ما شاء الله هرتا عملي هرتا عليكم السلام ما شاء الله وبرنامج قرح بدن الله يعطيك العافية صح أنا قدرت كباهي ذا قارا لان ووالوليا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تفضل وينا في بريقية زبرتين مرقا عملي هرتا ما شاء الله
أصلا أرتى لاش جارنتي إن هدول دايس كقبو ما إلهي كسوق عدتي سبحان الله نعم من سيعين ونحن بكو دعيني صح صح كلامي كاسد الباب لا لقى قالوا سبهم بشيء كلا نعم صحيح والله كلامي صح مركا حنون كنا أرتى وادم بداف ورحمة ونحريس الله أكبر إلهي كسيو een hanoon kuna maaha wax la isku caayo waa wax een maareeka lagu taamil qaato Allah yaatik alaafiya sax kalaamka marka qofku qofku maareeytay een hadii uu de maareeytay physical iyo mentally wax la ilaahay bay hanoon ku kala qaybsamaa sax marka qof maskaxdiisu de aadi yahayn mise qofte hanoon yaro look ama gacan ama indho ee dadka imkaandaha loo kale waa dadka adduunka ugu intelligent marka aanu ka soo baxay qof dhibaateysan u arkaa kaan baad qofna ku caayi kara waarun laakiin qof xiskiisi maskaxdiisu dhantahay amalay qof ma caayi karo kuma caayi kara xanuunka sax waxa qof isaga waa xanuunsanaa ka wax caaya wax xanuunsanaa isaga baa xanuunsanaa subhanallah okay marka ismoogo ismoogo walaa waa runta ismoogo okay deeqay su'aal kale ku weydiinaa walaalo waxa jira laqab laqab marka qofku matala aniga magacay amal keysa la yiraahdo magac kala haddu qofku adoo imka deeqay la soo hadlaya daan kugu yeero maxay deeq maxay deeq magac ma baray afkiga soomaaliya magac xumo ogtahay ba walaal qoraba oo magacaana magacaaga hen lagu yeero walaal macaanay how you feel walaal how you feel shucuurtaadu seena qoraysa wallahi arta dadka ilaahay abuurtay in bada de maaragtay xanuunku waa dadka marka dad waxa jira nimco ku jiro oo aanu xanuun dhigi karin maayo wadanna macaysan maya magaca sheegaya magac xanuunka sheegi maayo su'aasha ku jirta sheegaya ha magaca nacam ku soo wadaa waa qof de nacam iskani macaysano awooddeedina lahayn oo marka isagii bade nimco kale iskaga jira laakiin de kaasi magaca bixiyey magaca isagoonba iska lahaabaan umalayaa hataa magac bixinaysid qofku isagoonba iscabiri kara qofkan kale ma cabiri karti nacam qulubtaadan bada wax soo weydiisay iyo maskaxdaadoo tidhi ee qofkaasi waa sidaa waarun isma ogid inaad adiguba tihidba waxaad sheegayso dhan adiguba tahay ha marka intaanad qofka kaleba gacanta farta ku fiiqinba adigu isku fiiq waxaa qurux badan bal adigu horta isku yar fiiqo maxaa kaasiya dewaka taan waxba laada qof walba wax caayaya ama qof igaadinaya ama wacid ka sheegaya muraayid baa jirta la isku eego I don't think so anaga meel ba ku fiicanahay qudhaataan seega anu waxba iga qalad ayo meesha hagaajiya marka ama meel ba ka finiga soo baxay ama meel ba iga ama afka iga saas ama waa inaad adigu horta ma kor is eegtaa intaan qof ku soo jeesan absolutely in qof wada ma jirto qof boqolkii oo boqol oranay waanahay wallahi tahaddaak ma jiro absolutely marka qofku waxan fiican ama lay marka uu horeysa ba walaalay inuu soo saxo sax أنا هذا كنتو على شهادة كجرو قسند هذا الحي نعم لكن حتي أتبناك وصو سيدي نسيت وحويا إن تصوم ميزانت نعم الميزان أما ساعات وحن دعوة انتين لك بوجيسن كرا نعم قفك ولالك يمحا وحو نقبين هداد كشي كتين محا وكا يمن كرا صح وهنا markii hore ba miisaaman tahay laakiin haddii dhawaaqii afkaagiiba soo dhaafay khalas you already the shaqo buku ma jid oo ba baxay ka waran deeqay qof baa u ka kamid ah la igu yararay gabadhii igu tiri bari magac iib igu tiri moqtahay magac baad iyo deeqa lagu yiraahdo kugu yeedha maxaad ugu jawaab marka gabadhaas marka wallahi gabadhii markii gabdha meesha joogay oo masha Allah friends kayga baa ku xanaaqay okay di deeqa way ka intelligence intaa way ka maskax badan tahay masha Allah ma maanta lugta yar xanuun samad wax kaga sheegi kartaa bal ka waran markaasa waxaan gabadhii baan is aragnay meel xaflad aan isku aragnay markaasa waxaan ku yiri wixii aad sheegto dhan baan ku yiri anigu adiga maba ka arkay ka waran baan ku yiri allahu akbar inaad adigu baa caadi ahayn baan ku arkay weli muraayada ma isku eegtay haye
نعم وح مجا لغو ما يراها. لا تنادي بالعقاب. أديكي بالداو هم من يتهانز المرايز هورستاد والله وحي تريتري عذاب المال. الله أكبر. كورا ضاكولي ها. وحنا نكايري بما بقبتيت بكورا أديكو قبا محاد ريمي لحيد. سبحان الله وهذا الحياة. وحي تريك المدي مال انتي أديكو تريك المحن وحينا قبا نسكون ملي وزرا وحنا رنش ريترا وحي داقا كوشي قتلا وحي داقا وكاس ها ورقالدو يا دتك غلبيت كلا جوقنا ديقاي ديمس قسان كشيكي والله واحد اركيسا غبد بر مال اركي كن كلر كلا خيبنيد او عدان او ملا غبد هو اسكو ربوقدو او دي ما غرناي واد ما وي حنوسن سو والنيد غبد با كسو بخدو كتو يو سو بيوتيفول واو سو ماني كلرز لاك وا كلر قرب مدخ الله ديسكار أنا وأنا أسمع عمري سان قبل ده بكرة صدق حتى نيد نيد واحد موقت نيد الله يسون الصيا واحد شيء والله يا مالين قبل دي ساعة إن كدي بطي إسلام وقبل كدي بطي سقاش إنك هانت قراعي مكسو ورمان طوان حنا خصنا فيرس تودي وأنا كريسماس كودي بعد I miss my love وتعال كي قبل مسكري أوكي محاكو لحاكو بسويتو أو برهوري قدر مثلا كوري ما ينج بهاد بانكوري مسوي no she's only 9 years old واو سقاش إن تربى إن كنا أصدق كبر ليه وإسلام دمانتين بون سودا وين يا كلكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني في الله هذوك اصحاب فيسبوك وتويتر مرحبا بكم الى هنا يد بركيه مركا دوه تلقب كو ولا اسكو راعين وفي عين بل اوغاد نيت كدلستين وحنتا لا اوغاد ولالكا مسلمكا ان نيت كدشا وا وخ قلدن هدو حتى حنون كو جرو هدو دواتا ان فد وحتا واتا انترد بيغو عايده وخ ولبا كدغنا ريزن قفكا دو ياشر اما شامبدا قفكو دجسان اي ولال اسك دايه een xanuunka aan idin sheegayay bulshadeena imika ku soo batayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala horta ka qaada xanuunka laakiin lagu caayin hablaha qaba iyo wiilasha qaba ee gula jira facebook geega walaal ee dhibaatooda ii soo bandhigtay anigu day and night iyo habeen iyo maalinba sida kirimka dheena soo roklan idin ku duceya duca aan
ابدأ وشيقي لك أنا إقاء قلبك يقتل كوالا ليال صراحة. السلام عليكم. السلام عليكم ولال، ما بالك انت؟ ها بابا كل هذا السوالال وحد قال لي سويسرلاند سمها سويسرلاند ما كنت صراحه ليا اد بنكو سلامه انا كو سلامه وسو دو ولا محد قال قبل قال برامج خير الله كسيه ما شاء الله وضعها متوره وحا ولا مر والله اذا برشو لك والله كيف حالك صاحب ليا اي مروه اد بنكو سو دوين يا مروه هي ولالو والله لو بحال لي هذا أدرك على هذا البرنامج كاعي وانت جاي ما شاء الله حيا خير لا وفي عن وكل شيء هرمك عسيرين وكذا ما شاء. Thank you حبيبتي مع جزاك الله ألف خير أختي بالله وأدمان صنت ولا على مرور. وحلكي ها والله مرور بوحل أختها أو بحال لي هذا أنا كاس مقالدة إنك أو استلع عين إنه يعني دلع أكل ما حل لكن وحل لي هذا حال لي في عن ما ها في ما بده ما صنت كلاينا. ما تبغى نروح نكهر لنا نيجاتيفيتي سيف يعني نيجاتيف من كهر لنا إلا أنت تشوتشين لا كل تشوتشين ما نيجاتيف كاس الدوجو كهذا الكا ها لكن هذا راه بينو أرك إنه قفكي إشنا توصلتي إنه قبلنا أما إنت جيت إنه سكت لو نا إنه حكت الدلنا يعني on action لنا ما عطيت إنه هذا لنا ما كتر سمعها ها تصل حالي راه كنت مستلها مر ما ترى واقع راه هذا بالشوين كي يبرح على ولا لا ما يقف كي هدي أد أركي سيد إنه كوش رح مان ده يقف كي هدا لأن يمك هذا بضان وش هذا وحواجر أنا ورنتي كفاية دستي قار أنا قلت شو أنا كفاية دستي نواجران ولا سبة هي هاي هذا البضان وح ما ترى لكن أنت النحر كاي وأنا أكسن وقف حقوق عضني وكده وابي وفي عنتها أنا وحبا ما بنسر هذا موفر تعمل ضد الغدة وعالج علاج نفس الغصة ما يبقى وكانسل الغير هذا وعي حتى كلمة دو وانا أكسن واصل قد موقتها هبيا ما لنتي الفون كي يصور دعي قار مركة قال كدوان حلو مركة المسكحة ده أنا قد أشو ويقف واحد أركي سوح وربوان هاي استاوي كورنا يسامني با كورنا وحي قد من المجرى قبل بالله إلهي كسك إلهي بكو قر وكوي من إسكس إن بعض ذلك يسوي حكور سو وح ول بدون كمال يبنون بوان هاي استلا بدو ولا يسي إلهي وسي عروري العقب يمال بيه نصب بيه جمال به وحباء يجمع قن محاكم قف كمل كل شيء كاستوى حد دريم يسات كسر حصارا زي هذا الذي يسا إن أضجو حتى عاون كل تدو هذا اليرو استجع أم وح يرو قبصن لها وصمي صن لها وصمي لها وح كحريان وكه استان لكن كم عايز كم قف كم عايز لكن ود عاون قطين تد عاون كل تد موقت هاي dad waxa kula guriga aan ku jirnaa waan isku dhex marka walaal waa waa hadalkuna wuu fiican waa waxyaabaha lagu nafisa weyn moogta marka maxaad adu kaga bixinaa dadka marka dadka la caayo adu mar weey maxaad koornaa dadka inamada ay hablaha xanuunada intee qaba lagu caayo ama qof magaciisa lagu yeeyo wax fiican ma aha wax fiican ma aha waa wax aqli yar ah waa wax maxaa loo raadaa محن كذا بيحكي لنا مر كامر ومحن محن كذا بيحكي لنا وحاء إنك صومالي هن دبي نور دقي إيه تذكر الله إنه وده دافي تذكر هرمود كأشد أنا العديم أقله الله يعزك وقبل ربنا أنا واحد شراء صح بيرسونال كوتش نعم أنا واحد صوب حي حيال بنا عدد بنا عدد كم حلا راح بعي وحول أكسن وبورية نعم وشجع إن بدنا سكرت عن كاس إيميل عن كاس يبرت هذا شنب قلنا قبل كفر سنة ما شاء الله إن بدنا محل رمالها ورق لغا صافينا يا أما أحب كبرنا نفسين عن تربيين بينا الله يعزك هاي ولا لا أدوغنا ودن كاد أدنا ودن كاد شوكت ولا نصاب وش هيك دتك وحي نيد اللي قد دلما نيد أرد السمر ولا على وايا قفك وأنا أكسن واحد دت بعد دت بعد ترى دتك لب خيلة لب خيلة حتى أنا قفكي هذا الكوع عاوسي العقل لقى مرة ربو مال قفك مرة ربو قفك في الدنيا قف والله شاك استو كنا في سو إنه قف ربو ولا على بن آدم ويا قف جوري كل يسكت صحيح ولا على لما شيك شيك سوى جعلها وحيلها سفلا والله وواحد على لكن واحد شرط دكتك قار إذا كل لبل نبتي نتقار على الشيء يروح ما شرط ما شرط ما يا ما دكتك واحد شرط دكت واحد كل قصة قلة جواردي يقار بارشود قصة قلة يقار له قصة قلة يقار له سود ده بيس ده رصاد ده ساكر ما كده تمسك وضمين ما تقول لوجيا لكن واحد الربا واحد الربا إيه الدور قف أرك تدار أي بحال أنا تيجي تحفه ما دكتك كتقولي قصة ما يعني نمر بولا كرنا يا وارد مش قطع وقلا ما أنا واحد كلا تلي يا هبلها واحد كلا تلي ويلاش صن هذا واحد كلا تلي يا قف والبا dadkii isku iskuulka ahaayeen ay 16 sano ama 20 sano miis wada fadhiyeen wax wada qorayeen kaas uu garanayay bii'ad aad ka soo baxday iyo bii'ad aad ku soo kortay waxa aad soo martay iyo ku dhalay iyo ku soo koriyay laakin inta halkan timaadid adoo weyn
mid kalena ku yimi oo meel ka wada shaqaysan ama meel isugu timaadeen oo kala biyaad kusoo korteen kala tacliin ahaydeen islama keenaysaan kii laakiin aad soo wada dhigateen waxay isku iskuulka ahaydeen muddo wada joogteen ku garanayay ameelkaysa ku garanayay aabbahay garanayay hooyaday garanayay iskuulka aan inta ka soo baxay oo kale familigiisa dawa ay garanayaan oo deel laga dhaadhicin maayo maanta ameel waa sida ama mar waa ceynkaas laakiin mid kale mid kale wuxuu doon kugu sheegay kulama joog dee hay ku deme laakiin waxa fiican inaad kii kaasoo kale un iyo kuwii wixii ku garanayan ba ku garanaya moogta walaalo qof aana ku garana kumama garanayaba marka inta badan waxaala dadkii isgaranayo iyo dadkii isku iskuul ahaayo isku iskuulka ahaa ciyaal madaaris kuwaasaa fiican la janqaadika haddaad weydidna iska aamusna oo keligaa iska noqo caruurtaad la janqaadi odayga dad oo leeda haddaad oday lahayna waalidka la janqaad wax ka dhexeeya ma jirto xaqiiqda wallaahi aad baan kuu salaamay telefoon badan baa kugu socda marwa insha allah dadka waxay imaqlaya qosalba xoo dhan la hayska bilowno inagu haydho maxaa ku yidhahda wanaagga aynu isfarno haynu isku jeegno aynu iska joojino markaa maxaa la yidhahda bulshadii dee way wada talaabaan la wada qaadin aad iyo aad markaa bulshada way iska bedele alxamdulilah hay walaa shiqa iyo wixii fiican maya waxa inagu jira inagu waynu ognahay qofna qof aan wax fahm waan fahmayna mid xun mid fiican buu nagu jira laakiin xaasid baa meesha dad waxaa jira xitaa nolosha qofkaas maanta marwa soo hadashay marwa hadal fiican bay ku hadashay waan u duceynaya walaashay marwa waxyaaba badan iyo nuqado fiican iyo point fiican bay ka hadashay waxaan ku oranay wildan marwa wax fiican baa dadkaad u sheegtay anigaba aniga kaa faa'iiday inaka taasa inaka dhibaata inaga ma jirto waa habeen xalay tagay nin irbadun kuu geliyay inaad maad usheeinu mahad kutaadood mahadsantahay ma jirto inaka waxa weeyaan kii aana waxba ahayn baa darajo la saaraya saasuma laysu erinaya saasuma laysu erinaya nin aanan insha allah waxyaala badanna way isbedeleen waa leeyin kartaa laftarkaaga aad iyo aad ma wanu bo halbu noqday oo adiga arkaya maanta caalamka dhan baa habeel yar shaashad yar iska wada hadlaya sax oo iska wada dhageysanaya waar insha allah na maxaa la ilaahay ilaahay ha muujigo ma sha allah tabaarakallah thank you walaalo aad baan kuu salaamay ficnaan leeyahay kulley maxaa la yidhaahdaa ummada dadka xanuunka xanuunsana ilaahay ha caafiyo kuwii kalena maxaa la yidhahdaa ilaahay ha u siyaadi khayrka ilaahay ha nawado faro insha allah waad mahadsantahay amal intaasaan waxaan kala ku qayb galayay barnaamijka positivityga han badinno thank you walaal insha allah aad baad umahadsanta walaal maa salaama aad baan kuu salaamaya walaashaaaamu alaykum walaal aad baan ugu mahadcelinaya walaashay qaali marwa waxyaaba badan bay ka dhawaajisay waxyaaba badan baan ka faa'idnay adigii kuwii dadkii kale soo hadlay wax badan ba qof walba wax baa laga faa'iday nuqad qof walba waxbuu sheegay wanaagsan laakiin waxaan isugu soo wada biyoshubannay inay waxaas wada xun tahay kulligeen waxaan isugu soo wada biyoshuban hadduu axmed soo hadlay iyo hadduu jaamac soo hadlay iyo haddii marwa soo hadashay iyo haddii deeqi soo hadashay iyo haddii simsim soo hadashayba iyo haddii muni soo hadashayba inay waxaan wax fiican ahayn marka waynu wada fayo dad maskax wada haysteen we know what's going on wixii dhacay waan ogeynaa wixii qaladka ahaa maxaa saxa everything waan fahmaynaa hadda maxaa inaga siya maxaa haddaba ina haysta maxaynu isu caawin laanahay maxaynu isu bedeli laanahay maxaan dadka caruurta laga dila ucaayanaa qofka inaga xanuunsanaya ucaayanaa qofka ibtila ilaahi subxaana watacaala u keenay aan ushaacinaynaa maxaa hablaa inta lasoo sawiray lasoo qaaway video kale looga soo duba ninkiisa oo la raaxaysanay oo facebook lasoo dhigaya maxaad ka faa'iday nacsow maxaad nacsow ka faa'iday wayan su-aashu gabar ninkeeda caayisa maxay ka faa'iday gabar ubadkeeda u kale sheegaso kanaa kaa fiican kanaa kaa xun maxaad ka faa'iday aniga maantoon hadday higaadsan maxaad iga faa'ideen ilaahay subxaana watacaala unbaa qofka ka qaada nafta bis xabligaa yare wariidkaa nagu jiray naqaskaa yare naga soo baxaya hidaa yare calaqadaa yar ee candhuufta ka yar baa ilaahay baa ka qaaday bini aadamka qof kale kama qaadayo haddaa isu tagtaan lan yadaruuka bishay ilaa maa kataba lahu lak haddaa jinniisa isu tagaan qofka dhibaataysan maxaa dhibaatiisa loo faahinayaa maanta haddaynan meel yar ka aragtaan meel yar naaskeeda qaway aataana fadeexadaas kudaa maxaa ka faa'iday fadeexada la yakhrib caalamka maxaad ka faa'iday waxba kamaad faa'idin hooyada un baad cayday walaashaa baad cayda maxaad ka sheegi maxaad ka caay waxba sheegi mayso carada naas qof maan hadda magac ugu yeedhid ugu yeedhaan ugu yeedhaan ugu yeedhaan kii uu ku dhashay logu wanqalunba magac u hirgalay qofka magaca ugu caayay ee magaca ku sheegana isagii hays eego muraada haddaga see sheegtay inantii kale intaasaan kusoo gabagabeyna insha allahu tacaala waayo maanta kubadihiina waxay ku dhamaadan xitaa lama socdo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya dhammaan asxaabtayda adduunka joogta maxaa 3-0 maasha allah aadan baa ii sheegay marka ilaahay waxaan ka baryayaa qof walba walaalo dhibaatas inuu ilahay dhibaatada ka saaro qof walbo meel ka baahan baahidiisa alla subxaana watacaala buuxiyo hablaha igu daalay masajadooda soo qoray iga raalli ahaada waal keligee baanahay
I'm alone. I'm only one person. Dunkan waxa inta soo kuno qof oo dalabkiina waydin soo insha Allah waxa ka dambeeyay maandeedan bilaabina shaqadeeni. Waxaan u mahadcelinayaa Ahmed, waxaan u mahadcelinayaa Jamaa, waxaan u mahadcelinayaa Maxayto Marwo, waxaan u mahadcelinayaa Deeqa, waxaan u mahadcelinayaa Muna, waxaan u mahadcelinayaa Samsam, waxaan u mahadcelinayaa inta halka ku jirta dhammaan tiim ba ashkurku mil wajhi Allah ilaahi daraadi baa inuu idinku mahadcelinayaa kuma kan soo qorteen hadhuban gadaalka akhrin doona iska sii share garee walaalo. Hablaha xanuunsanaya ugu jira waxaan leeyahay walaalayaal uma baahnid qof naqaska kugu dhajiya illi fiiki ka fiiki adiga ku haysata in laga qaado weyn dhibaatooyinka ku saarnay karka ku saaran in laga qaado lagu caawiyo u baahantay walaal oo lagu la sheekaysto oo niyadii nolosha lagu jecelaysiyo aad ogaatidna man wan yani maalin qura un bad dhiman salaaba gurma dhimanaysid mana soo noolaan dad dhimatay ma soo noqon dadka hadalkoodana ha dhageysanina waxaan u sheegayaa dadkii cuqdada ay ku abuurteen oo dad cuqdada ay gelisteen oo si fugeysteen oo jirka si tuurteen qaar diinta uga baxeenba kuwaana waa soo dhaweysta oo ka daaya ceeday fadiixada qofkan waxaan hadduu sameynayo ka maqlo waayo waano ilaahay ku daa isaga isbedeli doona laakiin fogaantana si riixayna ceedana ku sii wadniyo magacaydan usii bixinanayo faahintiisa la sii faahfaahinayo habeenka sana calatullah calayk lagu leeyahay nacaladu intay soo wareegto wareegto qofkii yidhi unbay kusoo noqotaa baa la yidhi weliga qofka nacdalan intay saa nacdashu soo wareegto baa qofkii yidhi ay kusoo noqotaa ku dhacdaa macruurtiisa mid ka mid ah marka nacaladuna way runtay iska ilaaliya intaasaan kusoo gabagabeynaya anigu amaalkaysa aada baan idin jecelahay insha allahu tacaala intaan barnaamijka kale idin soo gudbin doono waxaan idinkaga tegayaa walaalayaal dhammaantiinba niyadeeda ba ku wada jirtaan aadna waa idin jecelahay ilaahayna waxaa idinka rajeynaya muraadkiina qof walba inuu muraadkiisa meesha ilaah ku siiyo saa iyo habeen wacno wanaagsan maca salaama.